السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة أو من سلسلتي مع بيودي باي، لعبة بيودي باي تيوبر سيموليتر، أو مثل ما بيقول عن حاله بيودي با. إذا بيودي با بدنا نلعب اليوم لعبته. أنا نعمل طبعا هذا الحكي كله ما بيمشي حاله. نعمل أحسن شيء نيو روم مشان نعرف شو بدنا نشتغل. ويا سلام على الروم تبعي، أحلاني. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب نكبرها بسرعة. أوكي، كالعادة نحن بنحب انه كبرها كمان. الروم بهدلة جدا. اوكي طيب، هقعد هيك بالنص هالمرة. طبعا اول شيء بدنا نساويه، بدنا نحكي كم شغله. اول شيء في عندنا الكلان تبعنا بسموه نتورك، ماي نتورك، او الشبكه تبعنا. شلون فول سكرين، انا الشبكه اللي بعمل فيها عقود للاعبين العرب او القنوات العربيه. هاي نفس الشيء بس انه باللعبه مسمينا ون جن ون يوتيوب. في عنا اماكن او ما في عنا اماكن، تعالوا هلا نساوي اماكن للناس اللي ما لهم اكتف مثل هدول. هي واحد يعني طلعهم قدامكم للعالم اللي ما لها عامله تفاعل. طلع اكثر شوي، طلع لغايه 3 ملايين. طبعا كيف ببين اذا كان قدامه اشاره حمراء معناتها هو ان اكتف، ومن الرقم اللي عامل فيه دعم للكلان او للشبكه. طبعا شو ميزات انه انت لما بتدعم الشبكة وبتاخد البلاسات تبع الشبكة ممكن تستفيد بكذا شغلة. البلاسات اللي انا موصلها حاليا اللي هي الشيبينج بوست، 5% اسرع انه يجيك الاغراض. فعندك سبونسر ايجر بيعطيك شغلات اكثر، والادز وهالشغلات كلها مزبطة. طيب وهيك عم بيصرخ، تعال ناخذ منه هديته قبل ما يصرخ كثير. كمان ما تنسوا تعملوا لي فولو، انا عامل فولو للعالم اللي فاتوا على الكلان كله. اسم حسابي هلا بانه ون جنجن ون يوتيوب، اعملوا لي فولو باللعبة مشان نشوفكم. ليكو هذا حسابي ون جنجن ون يوتيوب، ليفلي 35. تعالوا نبلش بشكلي. شو هاد؟ هاي ما بيأثر كثير. روح المفيد دغري. وينو وينو وينو، يعني حفظناه الاوتفيت، حفظناه. لازم والله يعملوا سيف للاوتفيت لانه ما في داعي الواحد يضل يغيره، يعني حرام تضييع وقت تضييع وقت. نغير اليوم، هات شو تعمل بس، هاد شكله مجنون اكتر. كول cool. لا والله بس حذروا، شو هذا شتوي، ما في عنا شي صيفي شوي، كأنه ما في شي صيفي باللعبة. اللعبة ما لا تدعم الصيفي، يمكن هلا على الصيف اكثر ينزلوا شغلات. نروح على المهم اكثر، ما نضيع وقت هالشغلات. في عنا الطاولة يعني اللي انا وقتها جبتها، في عنا هي ما في غيرها هي المناسبة، و كيبورد و شاشة، شاشتين فوق بعض خالصين. لا لا بقى، يعني القطعة اللي بالناس بتحبها كتير الكرسي. الكرسي اذا هذا الكرسي العجيب. اذا هيك خلصنا من الشغلات، نجي هلا لا حتشوف الفرق كيف حتفرق كل شيء دغري. بس اول شيء الحيط، ما عرفان شو احط حيط، والله فينا نشتري اي شيء، ما عندنا مشاكل كتير. بتكون اوضة صاخبة يعني مثلا، يا ترى هذا الحيط شو شكله؟ بدها تكون أوضة صاخبة ولا بدها تكون أوضة رايقة؟ طيب إذا حطينا الحيط غامق، باي ما عندي مشكلة. حطينا الحيط غامق ونتفاجأ بالأرضية اللي حتقلب لنا كل شي. ترى واو واو على هالغرفة الحماسية جدا، غرفتنا الحماسية. وهي خليني بس حط السبيس مشان اقدر اتحمس اكثر. هلأ غرفتنا الحماسية عم يعني فكر انه يكون فيها، تعال عطيني حيوانات لقلك، يكون فيها تنانين. تنانين طب اعطينا هدايا اليوم كل الحلقة. هاي ثلاثة اربعة
هيك هدول شاريها، انا مجهز حالي هيك هيك هيك. اذا فيها هالتنانين، في شي تاني بدي اياه؟ لا بس تنانين بكفي، دراجونات هيك. بدي هلا هاي شو؟ مالي شغلة، شايف شغلات كتير مناسبة للتنانين اللي عندي اياها. طيب واقف هلا هون وبفكر بعدين بالباقي شلون بدنا نحشي. الافلام اللي عاملها، الفيديوهات نلمها ونعمل فيديوهات جديدة. طبعا دائما اللي ما بيعرف، اللي ضاوي معناتها هو بيعطي بوست، بيكون هالاسبوع او بيكون هاليوم هو المهم. اذا ما في شي ضاوي بتاخد الشي اللي انت ليفلك فيه عالي. الجيمينج انا عالي تمام. تلفيلاتي ليكات 28 33 26 كذا كذا كذا. اقوى شي بالجيمينج، بالحيوانات، لا بالكيمياء، هدول اقوى ثلاثة عندي اياهم. بالنسبة لهون 70، عم صمت 75 لاخذ شيء اسمه ديلي كويست 2. قربت كتير، قربت كتير. بالنسبة للشيبينج هدول اللي بقي لهم 11 ساعة قربوا يوصلوا، ما لهم مطولين. طبعا فينا نلعب لعبة البجل لحتى نسرع هالموضوع. تعال نشوف بس في عنا شيء كويستات بدنا نسويها. ببلش 5 فيديو بلاي بجل، هلا نلعب بجل وفيزيت 5 رومز. تعالوا نعمل فيزيت لاعضاء من عنا بالكلان. اقوى عضو عنا بالكلان الترا هاني ليفل 47. يا ترى الروم تبعه حلوة ولا فاضية؟ بتذكر كانت فاضية اخر مرة شفت له اياها. هلا بنشوف لودينج روم لودينج روم لودينج روم. اذا ايرور، نعمل مرة تانية نشوف في امل ولا لا. لا ليك، مثل ما هو، نعم هو زلمة قاعد حاطط هالاجهزة الحديثة وغرفة كبيرة فاضية. نشوف اصدقاء تاني بالكلان. ايه 3-4 ايه. واو واو، حلو حلو، بحر او نهر او مي، قراصنة ومظبط الامور يا زميتو. واو كمان شي حلو، كمان شي حلو. اذا يا زميتو غرفته معجوقة بملي، جايب كل الايتمات باللعبة ومخلي ايتم يا زميتو. كريبي كارا، كريبي كارا عندها اجهزة كتير مسلية غرفتها كتير لكريبي كارا، لانه طلع عندك تلفزيونين بلاي ستيشن 4، سوبر نينتندو القديمة ونينتندو وتلفزيونات قديمة كمان. هون عدة موسيقى ودروع اليوتيوب اللي ما كان يوصلنا، دروع اليوتيوب وخضار شي جميل والله. حلو، برافو برافو برافو. لوب 1 2 3 كمان غرفة حلوة فكرتها. وذهب واشياء حلوة الغرفة والله، مع انه بسيطة بس بتنم عن ذوق جميل. الغرفة الأخيرة لليوم أبس أو عبس 40 49، وعنده صديقه، صديقه عم بيشاهد معه وعم بيساعده. لساته جديد، يوتيوبر جديد، لأنه ما عنده غير 100 ألف. إذا هاي كانت الغرف الخمسة أو الستة، ما بعرف كم واحدة شفنا. ناخذ الكويست. في عنا بلاي باجل، طبعا في عالم بتحب الباجل، يا حظنا اليوم هاي اول باجل. هاي طبعا انا حاطط الباجل فيك تويها وتضاعفها سعريا يعني، بس بتزيد جوائزها. بس انا بتكلفني الكبسه 8.5 مليون. هاي فيني زيد سعرها وفيني رخصها، بس هذا هو الوسط طبعا. ما عم يجيب قلب هذا اللي ياخذوا اكسات زياده، يدوبلو يعني ضربين او 3 ضروب. اذا ضربوا هن المميز الاكثر شيء بالبجل هو التسريع الوصول. شايف الشيبمن تبع الاغراض تبعك، بس لسه مطول لحتى يوصلوا اغراضي شكلهم. تعال تعال. بدنا نحكي على الدست كمان بعد هالقصة. طبعا السلسلة صارت لها كذا حلقة. للي بحب هالنوع من الألعاب بيقدر يرجع للحلقة الأولى، واللي بيحب هاللعبة بس ما بده يرجع للحلقة الأولى، بس يمرق يعمل مرور سريع على الحلقة الأولى والثانية، يعمل لهم لايك ويكتب لهم شي كومنت إنه هو شاف هالحلقة. بس مشان يمشوا أكتر، يصير لهم محبوبين أكتر متابعين أكتر لهاللعبة. إذا هي خمسة بقل و
بقيان ساعة ليوصلوا الايتمات. طبعا حتى لو وصلوا الايتمات ما فيني هلا اجيب لكم اياهم دغري، بس ما في شيء جديد بالليفل 35. ليكن هاي الشغلات كلها شارية المهمة، وما حصير ليفل 36 بثلاث ايتمات، لسه مطول، مشان هيك ما في داعي اجيبهم هلا. ثلاثة بقل ببلش وترندي هدول بالطريق، وهي الدراجون. الشغلة الجديدة اللي نحكي عنها هي الدست. الدست اذا في عندك ايتمات مثل، تعالوا نحكي مثلا هلا عندي هالايتمات قدامنا شايفين، ونفرض انا ما بقى بدي هالمسند الازرق تبع التصوير، في شعار الدست فوقه بيقول لك انه بدك تحطه للكراش، بحطه بتجمعه الشغلات اللي ما بدك اياها، انت بس على كبله الكراش بيقول لك هالايتم بيعطيك 2900 بدك؟ ايه بدي، بتحط يس، بفوت بيطلع عباره عن دست. لما يطلع عبارة عن دست انت فيك تروح على الشوب وفيك تكبس على اشارة الدست بيكسل دست فوق، بيطلع لك هدول الشغلات، فيك تبدل الدست اللي عندك بهدول الشغلات. السؤال الحقيقي للي حدا بيقدر يجاوبنا اياه، في لهم شي ميزات لهالدست؟ انا ما بعرف، كل اللي شايف هو هن عبارة عن مستطيلات. هل لهم ميزات؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. يا ريت تكتبوا لي بالكومنتات شو ميزة هدول الدستات. بعتقد هذا كان كل شيء لليوم بحلقتنا وغرفتنا، وقولوا لي شو بدكم افكار ساويه بهالسلسله مشان ساوي، مشان اعرف السلسله. مثل ما تلاحظوا هي حلقات قليله مشان ما حدا يتضايق منها، يعني مره بالاسبوع مو اكثر. بس قولوا لي اذا بدكم اي تطويرات فيه او اي كذا. ومبسوط فيكم انه يعني مع انه اللعبه بسيطه حلوه، بس في ناس عم تستمتع معنا عم تجي تشارك. كما كان عمر اول جنجر، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، وبشوفكم قريبا ان شاء الله، ومع السلامة.